أكد مدير القسم الأوروبي بوزارة شؤون الخارجية علي مقراني بأن إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر تدخل في إطار مراجعة العلاقات السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية لتفعيل التعاون المشترك وفق قاعدة رابح رابح. التغطية لأحمد مدني. والله هذه مبادرة من طرف الجزائري بعد 10 سنوات من تنفيذ الاتفاقية الشراكة بمحاولة النظر من جديد من جانب الطرفين حتى تكون الشراكة لها أبعاد استراتيجية وتشمل الشق التنموي وكذلك الإنساني والعلاقات السياسية والأمنية بين الطرفين. فسنقوم بهذه الدراسة المشتركة في الأيام القريبة فحتى نجعل من علاقاتنا علاقات متساوية ورابح رابح. وفي ذات السياق أوضح مارك سكوليل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر أنه سيتم تنظيم مفاوضات بداية السنة القادمة بين الجانبي الأوروبي والجزائري لرسم ورقة طريق جديدة تأخذ في الحسبان المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية لدول الجوار. أحمد مدني ثانية. Nous allons nous retrouver en janvier de l'année prochaine pour discuter de quelles sont les priorités des uns et des autres pour mettre en fait en place une feuille de route. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons discuter des moyens financiers.